قامت البطولة في التوقيت هذا ويكون الفاينل ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي وريال مدريد يا رب باذن الله. ان شاء الله تتمنى الاهلي ريال مدريد اكيد ان شاء الله باذن الله. هذه يعني وصول شوف اي فريق عربي المشاركه والوصول لاعلى نقطه اكيد انه يعني يضفي اول حاجه زخم للبطوله، كذلك يرفع اسم الكره العربيه بشكل عام. الاهلي ما يمثل نفسه فقط الحين ولا يمثل مصر، اعتقد هو يمثل العرب بشكل كبير. مقابله ريال مدريد، واعتقد الاهلي له تجارب كثيره مع ريال مدريد من سنتين كان سيمي فاينل كاس عالم في المغرب، فاعتقد راح تكون المباراه باذن الله اذا الله وفقهم ان شاء الله وصعدوا للنهايه راح تكون مباراه بطعم ثاني وطعم خاص يا رب باذن الله. طيب المباراه الختاميه متزامنه مع نفس موعد نهائي كاس عالم من سنتين. صحيح. احنا بنعيش الحدث اللي عشناه من سنتين ولكن من خلال المستوى الانديه والاهلي والريال وباتشوكا المكسيكي. صحيح. شوف هي اكثر من مناسبه في يوم واحد. اول حاجه الاستعدادات اليوم الوطني القطري راح يكون ان شاء الله في 18 ديسمبر وندعو الجميع للمشاركه معنا اكيد في الاحتفالات القائمه. الإضافة نفس ما ذكرت سنتين من أفضل نسخة لكأس العالم طبعا. وبالنسبة لنا احنا أفضل أو بالنسبة للجميع واحدة من أفضل المباريات أو نهائيات كأس العالم الأرجنتين وفرنسا. فاختيار الموعد اختيار الملعب سنتين مثل ما قلنا من كأس العالم فأعتقد كلها تعطي زخم للمباراة بشكل ذاتي بشكل كبير. العناصر المشاركة أيضا لا ننسى أنه راح يكون متواجد معنا مبابي اللي كان مشارك كعنصر في المباراة النهائية والزخم اللي كان معطيه للبطولة كذلك. جميع العناصر أو جميع المؤشرات تعطينا أن راح نعيش ليلة مونديالية خلينا نقول بزخم وطني لأن اليوم الوطني في ملعب الأيقونة ملعب لوسيل في حضور تقريبا ما أكثر من 80,000 متفرج إن شاء الله راح يملون الأستاد. الفعاليات المصاحبة والأجواء المصاحبة بتعيد لنا إن شاء الله ذكريات كثيرة من كأس العالم.